يقول: ما وجه التحريم في التعامل مع البنوك؟ البنوك ما هو كل البنوك يحرم التعامل معها، إنما البنوك التي تتعامل بالحرام كالربا والقمار والغش والغرر والجهالة، هذه لا يتعامل معها. أما إذا كانت البنوك تتعامل المعاملة المباحة التي ليس فيها ربا وليس فيها قمار وليس فيها جهالة وغرر، لا بأس بها. ولكن ما أظن الآن هناك بنوك على هذه الصفة، إلا ما يقال عن البنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية يقولون إنها لا تتعامل بالمعاملات الربوية، وأنها تحرص على المعاملات الطيبة، فإذا كان هذا صحيحا فهي بنوك طيبة.